يعني بدكش تعترف من وين لك؟ يا جماعة بس أعطوني مجال أحكي. مين ملاقي لك جر الذهب؟ أكيد داخل جمعية وماخذها أول اسم. لا 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 مش صحيح. ها؟ اسمعوا كلام كبير العيلة. أكيد وارث ورثة مرتبة. ورثة إيش يا حج وأنت قاعد معانا؟ والسيارات أنت مركز معي زيادة لا تكون بايع ذهب ماما. ليش شو أبوك خلى إشي؟ مش وقت هذا الحكي. حاس الموضوع عائلي شوي، خلينا أروح. أكيد من النت. تلاقيه تجوز وحدة مليونيرة. ما حزمت أهلك؟ ولي يما بتشك بابنك؟ لسه بدهم يشكوا. يا وين تترباية فيك؟ أخيرا صار في العيلة واحد غني. أبوس إيدك يا سيدي تسكت. والشوفير؟ إذا أنت اللي وارث ورثة مرتبة. يا عمي أنا الشوفير. شو يا جماعة؟ عرفتوا من وين له؟ لسه يا أبو إبراهيم لسه. الناس تحت كلها بتسأل. يا جماعة أنا شايف الموضوع قلب رأي عام. خلنا احكي لكم. رنولي على عمه خليه يتفاهم معه. عمه؟ ليش مش خاله؟ عمو امتى ساعدنا باي شيء؟ يلا مش انا عندي يا بني شكله ورثه. يا جماعه انا كل اللي عملته اني حولت على كابيتال بانك. صح. طريقك للربح مطول؟ لكابيتال حول. افتح أو غذي حسابك التوفير لفرصة ربح سيارة وخدمة سائق لمدة سنة مع 20,000 دينار كاش لعشر رابحين، بالإضافة ل 999 دينار لمية رابح شهرياً.